شو هو أفضل واقي شمسي؟ شو هي الـ SPF وشو أنواعه؟ شو المعلومات الغلط اللي نحن أخدينها عنه؟ كل هذا رح جاوب عليه بهذا الفيديو ولسه أكتر. إذا بدكم تعرفوا الأجوبة تابعوني للنهاية، بس ما تنسوا تعملوا دعم للقناة إذا بدكم يعني استمر، واشتراك وتفعلوا الجرس، وإذا عجبكم اعملوا لايك. مرحبا وكيفكن؟ لأنه الصيف على البواب ونحنا هلا لحتى صيفنا بألمانيا واجت هيك دفعة واحدة، رح نحكي عن واقيات الشمس اللي كتير بنسأل عنها، وللأسف في كتير عالم بيعملوا أخطاء ما بيعرفوا كيف يستعملوا الواقي الشمسي، وإنه نحنا عم نحط واقي شمسي ومع ذلك عم يصير في تصبغات. هلا الشمس نحنا بنعرف إنه مهمة كتير مشان فيتامين د، بس كمان لازم نعمل حماية منها. هلا أول شي رح أحكي عن أنواع الواقيات الشمسي. في منا الواقي الشمسي الفيزيائي اللي غير عضوي بيسموه أو معدني، وفي الواقي الشمسي الكيميائي اللي هو عضوي وغير معدني. النوع الفيزيائي هو بيعكس أشعة الشمس، ما بيمتصها مثل الكيميائي، مو مرغوب كتير لأنه بيعطي لون أبيض، عطوا القوام وبيكون سميك كتير، لهيك بيعمل حماية أكتر من الكيميائي. هو مثل ما حكيت غير عضوي معدني، بيتكون من أكسيد الزنك ومن ثاني أكسيد التيتانيوم، ما بيعمل حساسية أبدا لأنه ما بيتكون غير من هاي المادتين. الواقي الشمسي الكيميائي هو بيكون شفاف، قوامه أخف من الفيزيائي، بيمتص أشعة الشمس، ما بأنه بيعكسها، بيمتصها قبل ما تتغلغل هي بالبشرة. الشغلة السلبية فيه انه هو بيتكون اكثر من 30 مادة كيميائية، لهيك ممكن انه يعمل حساسية. لهيك انا لما بيسألوني اي كريم بتنصحينا، هلا بحكي انا شو الكريمات اللي لازم تجيبوها لاي بشرة، بس انه اي ماركة، الماركة كل ماركة في لها كريمات او مواد خاصة فيها، هي المواد ممكن انت تحسسك غيرك لها. شو هي الـ SPF اللي بيكون مكتوب علي على الواقي الشمسي؟ أحيانا بيكون SPF 15، 30 و 50. الـ SPF هي اختصار لـ Sun Protection Factor، اللي هي درجة حماية الشمس، وأعلى واقي شمسي بيكون هو الـ 50. أحيانا بيكون مكتوب على الواقي الشمسي UVB و UVA، أنا عم أحكي ألماني إنجليزي ما بعرف. هاي الأشعة الفوق البنفسجية الطويلة والأشعة الفوق البنفسجية القصيرة. UVB هي اللي بتعمل الحروق والسرطانات الجلدية، UVA أو A هي اللي مسؤولة عن التصبغات الجلدية والتجاعيد، ترهل الجلد. نحنا اخدين فكرة انه الشمس بس لتصبغات، بتعمل تجاعيد وبتعمل ترهلات وبترقق البشرة وبتعمل كتير مشاكل بالبشرة، فلازم يكون موجود هدول التنتين العاملين UVB UVA موجودين مكتوبين على الكريم انه بيعمل حماية ضد الاثنين سوا. اختيار الواقي الشمسي حسب نوع البشرة طبعا. اذا كانت البشرة الدهنية بنختار يكون قوامه خفيف شوي، ما في مواد زيتية مثل اللانولين وغيرها. اذا البشرة جافة العكس تماما، لازم يكون في زيوت، يكون في مرطب، احيانا بيجي واقي شمسي مع مرطب. اذا البشرة حساسة انا بنصح كتير بالفيزيائي لانه ما في مواد كيماوية كتير وبيكون غير عضوي. واذا البشرة حساسة دهنية احيانا بتكون، فبنصح بالكيميائي، بس لازم نعمل تيستات قبل ونجرب اسبوع لنشوف كيف البشرة عليه انه مرتاحة ولا لا. هلا انا بنصح انه الواقيات الشمسية يفضل نجيبها من الصيدلية. لازم يكون عليها اليو اف بي واليو اف ا للاشعة التنتين الفوق البنفسجية، والاس بي اف بالخريف وبالربيع بنصح بين ال 15 وال 30، بالصيف ال 50 حتما، ما يكون اقل من هيك. اول معلومة انه الواقي الشمسي بس بالصيف، لا هو على كل مدار السنة، بالخريف وبالربيع بنستعمل ال 30 اس بي اف اللي هو درجة حماية، والصيف بنستعمل ال 50. المعلومة الثانية الغلط انه بنحط واقي الشمسي الصبح وبنضل فيه للمساء، وبنرجع لما بتكون بعد الظهر، في عالم بتجي من دوام من بعد الظهر بتكون الشمس السعمودية وبقمة حرارتها، ما بنكون مستفادين شيء ابدا من الواقي الشمسي، لانه هو بعد 4 ساعات بتخلص درجة الحماية اللي له وبيتحول لطبقة زيتية، بس بدل ما تعمل حماية بتسحب اشعة الشمس اكتر. لهيك يفضل كل 3 ساعات ل4 ساعات ماكسيموم نغسل الواقي الشمسي ونرجع نحط طبقة جديدة من اول وجديد.
هلا اللي بيحطوا ميك اب وما فين انه يغسلوا ويشيلوا الميك اب ويحطوا من اول وجديد، في واقي شمسي بيكون مع لون بيكون مثل الفوندتان نفس الكريم. هلا كمان اللي ما بكفيها للتغطيه وبدها تحط فول ميك اب مع كونتور وما بعرف شو، هاي الامور اللي ما كتير انا بفهم فيها، وانه بيستغرق وقت طويل لحتى تشيله وتحط مره ثانيه. في كمان انه فوق الميك اب سبراي واقي شمسي، في الواحد يسال عنه ويستعمله، مع اني ما كتير بنصح انه المفروض ينشال وينحط واقي شمسي جديد. ثلاثة، واقي الشمسي لازم نحطه بكمية كبيرة على الوجه، ما انه بس مثل الكريم المرطب النهاري انه كمية خفيفة ونوزعة، لا لازم يكون طبقة سميكة لحتى تعمل حماية. في شركات بتكون مكتوب عليها 100 درجة الحماية، ما في شيء اسمه 100، هذه بتكون شركة تجارية. أعلى درجة حماية هي 50، فأي شيء بتشوفوا 100 أو 70 أو 80 فورا خدوا فكرة أنه الشركة بتكون تجارية، وهالمعلومة غلط كتير. في عالم كتير أنه هي بالبيت ما بتحط واقي شمسي، لا، الشمس بتفوت الأشعة فوق البنفسجية من خلال النوافذ، أي بيت في نوافذ، فمعناتها نحن لازم نحط واقي شمسي كمان نحن وبالبيت، لأنه بتعمل كمان تصبغات جلدية. المعلومة السادسة الغلط أنه واقي الشمسي منحطه بس للوجه، لا، هو للوجه، لازم للرقبة ولازم للجسم، بس كل شيء لوحده. إذا مكتوب الواقي الشمسي بس للوجه معناتها للوجه، الجسم ما بنستعمله للوجه أبدا، بضل للجسم. المعلومة الغلط أنه بيحطوا واقي الشمسي وبعدين بيحطوا المرطب، لا، الواقي الشمسي بيجي آخر مرحلة، يعني بيجي سيروم مرطب بعدين الواقي الشمسي هو آخر شيء. إذا بتحطي ميك أب بيكون الميك أب هو آخر شيء، بس الواقي الشمسي بعد المرطب على طول. في عالم كتير بتعتقد انه السمرة او الاسمر ما بده واقي شمسي، انه ما بتعمل تصبغات، بالعكس الاشعة فوق البنفسجية ما عندها عنصرية، ما بتميز هذا ابيض وهذا اسمر، بتجي هي على الجلد وبتعمل حروق وممكن يصير لا سمح الله سرطانات جلدية. فكل الالوان كل البشرات بدها واقي شمسي عامل حماية للجسم وللوجه، كتير ضروري. كتير كمان في عندي فكرة انه الماركات الغالية كتير معناتها هي افضل شيء، لا، في ماركات في ماركات بيكون فيها مواد كيماوية ممكن انت تحسسك، غيرك لا ما يتحسس. فلازم نحنا اذا بدنا نجيب واقي شمسي غالي او من الصيدلية نجيب اول شيء تيستات، نطلب تيستات نجربه اسبوع، كيف في رياكشن، كيف تحسست الوجه ولا لا، ارتحت عليه، لانه اهم شيء لازم نكون مرتاحين، لانه كل 3 ساعات او 4 ساعات رح نرجع، فاذا حسينا انه ثقيل على الوجه او مو مرتاحين فيه معناتها نبدله ونجيب غيره. يعني الماركه مو كتير الى اسمها او الى فعاليتها، مثل ما حكيت في ماركات كتير غالية احيانا بتنزل انه 100 هي بتكون تجارية، فننتبه كتير للتركيبة ونشوف اذا منتحسس ننتبه للاس بي اف وانه تكون لدرجة اليو اف بي واليو اف اي لكل اشعات اللي بتنزل الطويلة والقصيرة، هودي اهم من اسم الماركة. اخر معتقد غلط او معلومه غلط انه واقي الشمسي بيعملنا الحمايه الكامله، حتى لو كان اختيارنا صح بالواقي الشمسي واللي بيناسب بشرتنا، لا، هذا الحكي مو صحيح. الواقي الشمسي بيعملنا نسبه معينه من الحمايه، اذا كنتي انت ديركت او كنت تحت الشمس مباشره فيفضل تكون تحت ظل الوجه على الاقل، لانه هو بالافراز الميلانين بيضل اسرع من بقيه الجسم وبيعمل تصبغات جلديه. يفضل انه طاقيه كبيره او نظاره شمسيه، كثير بنصح هدول لما بنكون برحلة أو بأي أو على البحر، المهم إنه مضطرين نكون تحت الشمس مباشرة. لهون خلصنا عن الواقي الشمسي، بشوفكن الأسبوع الجاي. إذا عجبكن الفيديو ما تنسوني من اللايك، وإذا بدكن ياني ضل، لأنه عن جد عم أتعب أنا بالمونتاج وبالتصوير وبتحضير الفيديو، دعموا لأستمر بالقناة، اعملوا اشتراك وفعلوا الجرس ليوصلكن كل شي جديد، وبشوفكن بخير الأسبوع الجاي. باي.